بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام المشاهدون والمستمعون. نحن في هذه الأجواء الجميلة والحمد لله رب العالمين، بعد أن من الله تبارك وتعالى على بلادنا بهذا الغيث النافع وبهذه الأمطار، نسأل الله يجعلها أمطار خير وبر وبركة، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يكلأ ولي أمرنا برعايته، وأن يحفظه في حله وترحاله، وأن يسددنا جميعا إلى صائب الأقوال والأعمال. نريد أن نتكلم الناس لأن يخرجون إلى البراري ويخرجون ما يسمى بالكشتات أو بالطلعات البرية، سواء كان مجموعة من الصحبة، مجموعة من الأصدقاء، مجموعة أيضا من العوائل إلى غير ذلك. وبعض الناس حقيقة يجهل أحكام الطلعات البرية، فتجدهم مثلا أنهم يجهلون أحكام الصلاة، ماذا يفعل بالصلاة، يجهلون مثلا أحكام هل هناك أدعية تقال عند السحر، هل هناك أدعية تقال عند نزول المكان إلى غير ذلك. فنحن في هذه العجالة سنتكلم سريعا. أول ما نتكلم أيها الكرام الفضلاء، لابد أن نخلص النوايا في هذا الخروج، يعني في هذه الرحلات، وأن تكون من باب التفكر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، قال ربنا عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فتكون أول شيء أن نخلص النوايا. كثير من الناس يخرج من باب أن يتنزه، ما في مانع، لكن أن تخلص النية في خروجك أن تكون هذه الطلعة، هذه الكشتة لله تبارك وتعالى، لا يكون فيها إلا ما يرضي الباري عز وجل، ابتداء من استحضار النية، وأن أنشر ذلك بين أصحابي، بين أسرتي، بين أولادي، بين نساء نحن يا شباب، يا أولاد، يا زوجات، يا أحبتي. يريد أن نستحضر النية أننا نريد أن نخرج في هذه الأماكن لنشكر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، أن يسر لنا الأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان، ويسر لنا هذا الغيث المدرار وهذه الأجواء الجميلة في ربوع أوطاننا، فيكون شكرا لله عز وجل. واستأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. أن نخلص النوى أيضا أن تكون هذا نوع من الترابط ما بين الأسرة الواحدة، وأن يكون نوع من تقريب هذه الأسرة لبعضها البعض، وبث المحبة بين أفرادها. أن تكون هذه الطلعة أيضا فيها من إخلاص النوايا أن نقيم فيها الشريعة، نقيم فيها الدين، نقيم فيها الأذان، نقيم فيها الصلاة، نبتعد فيها عن مساخط الله عز وجل. فهذه أول ما يكون في هذه الطلعة، استحضار النوايا. والنوايا أمرها عظيم جدا وأجرها عند الله عز وجل جليل. ولذلك صح من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه البخاري، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال أخبرنا عقاب بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. الله أكبر، سبحان الله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث الإسلام. الله أكبر، هذا الحديث ثلث الدين، لأن الشريعة كلها عبارة عن ألفاظ وأعمال ونوايا، فلما كان هذا يختص بالنية كان هذا ثلث الدين. ونقل ذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه المادع الجامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لما كان يشرح فيه على 40 نوية وزادها 7 أو 8 أحاديث. فلابد من هذا الاستحضار العظيم. وأحيانا النوايا الصالحة والنوايا الجميلة تحول العمل من العادة إلى العبادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أحتسب نومتي وأحتسب قومتي. الله أكبر، عمر يقول هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما تضعفي في امرأتك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى في بضع أحدكم صدقة. الله أكبر، انظر النية كيف حولت الأمر من عادة إلى عبادة. إنسان من عادة أن يأتي أهله، أن يقضي وطره، لكن إذا احتسب النية. ولذلك يقول عمر إني أكره نفسي على الجماع لأخرج نسمة تسبح الله عز وجل. فانظر أيها الكرام الفضلاء، النية الصالحة حولت العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. والنية الفاسدة أحبطت العبادة وضيعت الأجور. ولذلك أول من تسعر بهم النار 3، حديث في الصحيح عن أبي هريرة، منهم مجاهد، ومنهم متصدق منفق، ومنهم معلم الناس القرآن. لكن ما الذي حدث؟ داخلت هذه العبادات العظيمة النوايا السيئة فقلبتها وأحبطت فيها
العمل. ولذلك قال الناظم: هو عالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. هذه أهم الأمور. الأمر الثاني أيها الكرام الفضلاء، لابد أن نجهز معنا أشياءنا، يعني نتأكد مثلا من السيارة، كفرات السيارة، نعمل لها مينتننس صيانة، نأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل: أعقل الدابة أم أترك الدابة أم أتوكل؟ قال النبي له: أعقلها وتوكل عليه الصلاة والسلام. فتأكد من سيارتك، غيرت لها الزيت، تأكدت من الكوابح، البريكس، الفرامل، مثل هذه الأشياء كلها، كفراتها، الاستبناء، الأمور هذه كلها. أيضا تأكدت من أشياء التي تأخذونها معكم لما تحتاجون إليه. ولا تنسى أبدا أنك أنت تحتاج لأمر مهم جدا، وهو مسألة من المسائل المهمة جدا يا الكرام الفضلاء، أن تأخذ معكم ما يعينكم على العبادة. يعني تأخذون معكم سجاجيد للصلاة، تأخذون معكم أيضا ماء معكم للصلاة، إذا تحتاجون إلى الوضوء ممكن ينقطع عنكم الماء وأنتم في البر، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. تأخذون معكم سترة أيضا لصلواتكم. فكما تأخذ الأشياء التي تعينك فيها على الأكل والطعام والشراب والنوم، تأخذ أيضا فيها الأشياء التي تعينك على أن تتصل بالخالق تبارك وتعالى. ولذلك مالك بن دينار يقول إن قلوب الأبرار تغلي بطاعة الرحمن. الله أكبر، قلوب الأبرار تغلي بطاعة إيش؟ بطاعة الرحمن. فتأخذون هذه الأشياء التي تعينكم على أداء هذه العبادات. تخرجون بحمد الله عز وجل في دوابكم، في سياراتكم، لا تنسوا أذكار الخروج من البيت. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال ذلك قل له الملك: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنك الشيطان. وأيضا إذا ركبتم السيارة عليكم بدعاء ركوب الدابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع رجله في الغرز قال بسم الله، وإذا استقر على الدابة حمد الله ثلاثا وكبره ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ثم يبتسم. علي فعلها وكان معه غلامهم، فقال: لما تفعل ذلك؟ قال: فعل النبي ذلك. هذا يسمى الحديث المسلسل بالابتسامة. قال: فسألت النبي ذلك، قال: إن الله عز وجل يضحك من عبده أن علم له ربا يأخذ بالذنب ويغفر ويعفو عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونعلم أبنائنا أيضا هذه الأدعاء. وإذا كنا نحن خارجين في مسافة قصر، فننزل في منزل، نصلي الصلاة في وقتها، ونصليها جماعة في أقرب مسجد قريب منا، المسافة إذا كانت مسافة دون مسافة القصر. وإذا كانت المسافة مسافة قصر فهنا تجمع الصلوات ولا حرج في ذلك، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، لكن الفجر لا يجمع، والجمعة لا يجمع معها العصر، والجمعة لا يجمع معها العصر. ثم ندعو بدعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وإليك العاقبة والمنقلب، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نعوذ بالله من كآبة المنظر وعثاء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل. وأثناء الطريق لا مانع أن نتجاذب أطراف الحديث ونحمض في المجلس. ابن عباس كان مرة سامع على وجوه الطلاب يقول أحمض، يعني إيتون من ملح العرب. فلا مانع تأخذ معك كتاب من أخبار الحمقى المغفلين لابن الجوزي، كتاب جميل، كتاب ماتع، تضحك فيه بالسند المتصل، تبتعد عن الغيبة والنميمة، وتبتعد عن النكات التي تتكلم فيها عن القبائل وعن الناس وعن الألوان وعن الأجناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة سخط الله تهبي في قعر جهنم كذا وكذا. ويقول: ويل للذي يتكلم الكلمة يكذب ليضحك بها القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فينبغي المسلم أن ينتبه لمثل هذا. نأخذ كتاب البخلاء للجاحظ، الأذكياء للجاحظ، كلها كتب تضحك فيها بالسند المتصل، وتعلم أولادك سبحان الله جمال هذا الدين وجمال هذه اللغة وما فيها من هذه الأمور الماتعة والأمور الجميلة والأمور الجليلة. نسأل الله عز وجل يجعل كل أوقاتنا طاعة له تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا نركز على مسألة الحجاب للنساء.
ليس معنى ان احنا طلعه فيها طلعه بريه للمراه مثلا تتبرج او ان تكون سافره كاشفه لوجهها. الله عز وجل يقول قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. قل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. الايات في سوره العفاف في سوره النور. فنلزم بناتنا ونساءنا بالحجاب والعفاف، فهذا هو خلق المرأة المسلمة. يا أيها النبي، انظر الخطاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فنركز على هذا، على هذا. نم أيضا طوال تلك الرحلة لا مانع أن نأخذ كتب جميلة عن حياة الصحابة، حياة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ في أثناء تلك الرحلة. الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة لما كان في رحلاته وكان مع الشيخ موسى الموسى، وهنا كتاب جميل يتكلم عن حياة الشيخ بن باز رواية موسى الموسى سكرتير الشيخ وبريشة الكاتب الجميل محمد بن إبراهيم الحمد، الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. يقول لما كان الشيخ يكون مسافر فيكون معه من يقرأ عليه، فقلنا له يوم كنا في طريقنا إلى الطائف رايحين على مكتب الشيخ اللي في الطائف رحمه الله، وكان الجو ربيعيا جميلا، فقال الشيخ اقرأ علينا. قال يا شيخ أريد أن أستمتع بالطريق. فقال له استمتع أنت ويقرأ صاحبك، ثم بعدين يستمتع صاحبك وتقرأ أنت. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة، ما كانوا يضيعون أوقاتهم إلا ويستغلونها في طاعة الباري تبارك وتعالى. مررنا أثناء الطريق فإن أذن المؤذن ونحن في الطريق ما وصلنا إلى وجهتنا، على طول نلبك ونتك السيارة ونبدأ أن احنا نصلي. إذا فرقنا البنيان، بنيان المدينة، وطلعين مسافة مثلا 100 كيلو ولا كذا، أكثر من 80 كيلو مسافة القصر، فإننا أيها الكرام الفضلاء تبدأ أحكام القصر بعد مفارقة البنيان. بعض الناس يعني يقول أنا الآن مسافر، أذن علي الظهر وما زال باقيا في مدينته، يروح يجمع. نقول له لا، هذا الفعل غير صحيح. أحكام الجمع تبدأ بعد مفارقة البنيان، لكن طالما أنك أنت ما زلت موجودا فنية السفر وحدها لا يترتب عليها أحكام السفر. لابد من الشروع في السفر لتبدأ الأحكام. طول الطريق لك أن تجمع وأن تقصر، فإذا نزلت منزلا قالوا أنك تقصر بدون جمع، منهم من قال تقصر مع الجمع. الآن وصلنا إلى وجهتنا، دخلنا المدينة اللي احنا مسافرين قاصدين إليها، فعليك بدعاء المدينة. ما هو دعاء المدينة أو دعاء دخول القرية؟ يعني اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، والأراضين السبع وما أقلت، والجنة وما أضلت، والريح وما أذرت، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. هذا دعاء دخول القرية، دعاء دخول إيه؟ دخول المدينة. فإذا وصلت إليها أيها الكريم الفاضل ونزلت في منزلك الذي أنت تريد أن تنزل فيه، سواء كان في فندق أو كان مثلا في البرية إلى غير ذلك، فلا تنسى دعاء نزول المكان عن خولة بنت حكيم عند مسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. احفظوا هذا الدعاء، يذهل عنه كثير من الناس ولا يعرفونه، لم يضره شيء حتى يرتحل. أعيد الدعاء مرة ثانية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا دعاء تقوله في أي مكان نزلت فيه، سواء كان نزلت في منتجع، نزلت في حديقة، نزلت في فندق، استأجرت شقة مفروشة، تدعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الحديث رواه مسلم من حديث خولة بنت حكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أهل السنن أن رجلا نزل منزلا فلدغته عقرب، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنه لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره شيء حتى يرتحل، ما ضره شيء حتى يرتحل. القرطبي رحمه الله يقول: نزلت منزلا فلدغتني حية، فتأملت في نفسي فوجدت أني ما قلت هذا الدعاء. سبحان الله. ومجموعة من الشباب في مقطع كان متداولا قبل سنة ونيف في وسائل التواصل، مجموعة من الشباب نزلوا منزل، شباب من عامة الشباب سبحان الله، وفق الله ويملي لكل خير، نزلوا منزلا فقالوا هذا الدعاء، ثم بسطوا طراريحهم وفرشهم وناموا، ولما جاءوا في الصباح يرتحلوا،
فلما رفعوا الطراريح والفروش وجدوا تحت عقارب، وجدوا تحت عقارب من النوع العقارب السوداء المؤذية في الصحراء والبراري. فما الذي حفظهم؟ هو الباري تبارك وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر صباح المساء لا تسموها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، من قال ذلك حين يمسي أو حين يصبح لم يصبه فجأة بلاء. فكان أبان يروي الحديث وأصابه الفالج، الفالج هو الشلل النصفي عفنا الله وإياكم. فنظر إليه أحد الطلاب وكأنه يقول له: طيب وش اللي عندك أنت الآن؟ فكان لبيبا عاقلا أبان بن عثمان فقال: أما والله ما كذبت على أبي، يقصد ذا النورين رضي الله عنه، وما كذب أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في يوم من الأيام ذهلت عن هذا الذكر وعن هذا الدعاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذن دعينا بدعاء نزول المنزل واهتبلنا في ذلك. فعلينا بأذكار الصباح والمساء نعلمها لأطفالنا. يا إخواني يا أحبابي، أذكار الصباح والمساء مهمة جدا 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 أيها الكرام الفضلاء في الحفظ والكلاءة. ولذلك ما تأخذ منك شيء، وأنا دائما حاطها معايا في جيبي والله ما أتركها دائما، حتى لا هذه هي تكون معك في جيبك دائما لا تتركها. وتكون أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد العصر، ومن قالها بعد المغرب فلا حرج كما قال بعض أهل العلم. ما تأخذ منك دقيقتين ثلاث دقائق، وفيها ما فيها من الفضل العظيم. يكفي فيها حديث سبحان الله، حديث شداد بن أوس في الصحيح وهو سيد الاستغفار، أعوذ بك، اللي هو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك عليه وأبو بالذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في الصباح موقنا به فمات دخل الجنة، ومن قاله في المساء موقنا به فمات دخل الجنة. كم يكلفك ولا شيء. فنحرص على هذا لنا ولأبنائنا، أسعدنا الله وإياكم بطاعته وبرضوانه. خرجنا بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء إلى برية من البراري إلى غير ذلك، وحضرت أوقات الصلاة. انتبه لهذا الحديث الجميل عن أبي سعيد الخدري في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب البادية والغنم. قال لك تحب أنك البر أنت يا أبا سعيد الخدري. سعد بن مالك بن سان بن أبجر بن خدرة الخزرجي الأنصري رضي الله عنه وأرضاه قال: فإذا كنت في باديتك وغنمك، اسمع حبيب الغالي من نطلع في الكشتات، فحضرت الصلاة فأذن للصلاة. الله أكبر، سنة يغفل عنها كثير من يخرجون في هذه الطلعات البرية. أذن للصلاة أخي الحبيب الغالي، أذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك من حجر أو شجر أو جن أو إنس إلا أتى لك شاهدا يوم القيامة. الله أكبر. طب خذ هذا الحديث أيضا، أن الإنسان إذا كان في قي من الأرض، قي من الأرض يعني في بر من الأرض، فأذن ثم أقام ثم صلى، صلى خلفه من جنود الله ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل. الله أكبر، من جنود الله من الإنس والجن والملائكة، ما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر، يصلون خلفك ما لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. بل خذ هذا الحديث أيضا، أن الصلاة في الفلاة تعدل 50 صلاة. لكن بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، أنه يتقصد يطلع إلى الصحراء ليصلي. لا، احنا نقول الآن أنت طالع في بر، طالع في كشتة، مخيم في البر، ومسافة قصر وليس بجوارك مسجد، هنا يسن لك أنك تصلي وأن تؤذن في البر. فالصلاة في البر تعدل 50 صلاة أخي الحبيب الغالي. لكن لو المسافة دون مسافة القصر والمسجد بجواركم، لا، واركعوا مع الراكعين، تصلي مع المسلمين في الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بعض الناس يطلعون في الطلعات البرية فيشغل أغاني ويشغل موسيقى، وموسيقى صاخبة، هذا موسيقى الروك وهذا موسيقى الجاز وهذا موسيقى كذا إلى غير ذلك. نقول: لا يا أخي المبارك، لو أتى ملك الموت وقبض روحك على هذه الحالة ماذا تقول لربك أحسن الله إليك؟ وش تقول لله عز وجل؟ اليوم أحد الإخوة الفضلاء يقول: يا جماعة ابن أختي
عمره 22 سنة، جاءوا يوقظونه وجدوه ميتا. الله أكبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته عدالة حدباء يوم محمول. ولذلك الإنسان حيموت، ولذلك أكثر من ذكر هادم اللذات وهازم اللذات وهازم اللذات. ولذلك أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلذلك أخي الحبيب، إن الله إذا حب عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عند الحاكم الطبراني قال أنه يوفقه على عمل يقبضه عليه أهله وجيرانه، يفرحون لهذه الميتة. ولذلك كان بعض السلف يقول: الله من يسألك الميتة الحسنة؟ عمرو بن الزبير قال: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفني الله وأنا ساجد. فتوفاه الله عز وجل وهو ساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يموت الإنسان على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. ولذلك ما فيت هذه اللذة الفانية على الجنة الباقية. فأهيب بكم يا إخواني أحبابي، لا تعصوا الله عز وجل في هذه الأماكن. والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وأختي المباركة وابنتي المباركة أيضا، لا تعصي الله وأنت في هذه الأماكن، إنما أنت خرجتي رجاء رحمة الله عز وجل التي نزلت على البلاد والعباد بهذا الغيث الذي نبت به الزرع واخضرت به الأرض وتفتقت به الأشجار وتفتحت به الأزهار وانتشرت به عبق الرياحين. فلا تعصي الله عز وجل بنعم الله تبارك وتعالى أبدا، هذا ليس من العقل في شيء. ولا نريد أيضا أن يختلط الرجال بالنساء إلى غير ذلك، لا ننتبه لمثل هذا. والله عز وجل يعبد في كل مكان ويعبد في كل زمان. وأذكر تلك قصة تلك المرأة العجيبة سبحان الله، التي كانت في حادث من حوادث السيارة ولم ينكشف منها شيء، ولما رفع الأمر لزوجها قد نجا وهي ماتت، قال: والله هذه المرأة ما كان يرى منها شيء سبحان الله، فحفظها الله عز وجل في موتها، فلم يتكشف منها شيء في حادث كان حادثا رهيبا وكان حادثا صعبا، ولكن الله عز وجل حفظها. ولذلك احفظ الله يحفظك، كما في الحديث الصحيح لما علم النبي ابن عباس هذه الكلمات كما عند أهل السنن. طيب، أحيانا الإنسان يكون مسافر في السحر، يجي وقت السحر عليه، خذ هذا الحديث عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كان إذا أسحر يقول: سمع سامع أو سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. هذا دعاء يقال عند السحر: سمع سامع أو سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. ننتبه لمثل هذا. أيضا من الآداب التي تكون في الطلعات هذه النظافة، النظافة، النظافة يا أيها الموقرون، فكما جئت لذلك المكان وجدته نظيفا اتركه نظيف أيضا. يعني نتعجب أحيانا تجد أن البلدية جزاها الله خير تجعل تلك الحدائق الغناء وتلك الظلال الوارفة الجميلة، ويأتي بعض الناس يتركون فيها قوارير الماء ويتركون فيها قوارير العصائر ويتركون فيها الأوراق والمناديل ويتركون فيها بقايا طعامهم. لا يا أخي الحبيب، الله يرضى عليك، نظف المكان كما جئت وجدته نظيفا اتركه نظيفا لينتفع به من يأتي بعدك. وهكذا المسلم، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك المسلم دائما ينبغي أن يكون نظيفا، وأن يكون وديننا هو دين النظافة، وديننا هو دين الجمال. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي قال: إن الله جميل يحب الجمال. وأيضا لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن بطل عن الكبر قال: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ومنظره جميلا. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. زي ما أنت بيتك تحب أن تجعله نظيفا، وسياراتك تحب أن تجعلها نظيفة، كذلك هذا المشاع العام، تلك الحديقة اللي الدولة جزاها الله خير جعلتها وهيأتها لك ولي ولغيرنا، اتركها أيضا نظيفا. وأبشر والله بالأجر من الله تبارك وتعالى: الدال على الخير له مثل أجر فاعلهم. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. والله يا إخوان أذكر رؤية قصت علي، أن امرأة أتاها آت في المنام وقال لها: إذا أتتك ابنة أخيك فبشريها بالجنة. فأتتها ابنة أخيها فقصت الرؤية فقصت على من يعبر، فقال إنها قامت بعمل أجرت عليه إن شاء الله.
فلما سئلت ابنة أخيها لما رجعت قالت لها من الجامعة ماذا فعلت اليوم؟ قالت وجدت شيئا في الطريق فأزحته. الله أكبر، إماطة الأذى عن الطريق، عن الطريق ماذا؟ عن الطريق صدقة. إن رجلا وجد غصن شوك في الطريق فأزاحه وقال لأؤذي المسلمين فغفر الله له وأدخله الجنة. فلذلك نعلم حتى أطفالنا ذلك، ونعلم حتى أبنائنا وبناتنا ذلك أيها الكرام الفضلاء، أن نحافظ على النظافة العامة وعلى النظام العام في هذا المكان. أيضا إذا صنعنا طعاما فلنتفقد جيراننا من الذين أيضا نزلوا معنا في ذلك المنزل وفي تلك الطلعة البرية وفي تلك الكشتة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة إذا طبختي أكثر المرق وتعاهدي الجيران، وما نقص مال من صدقة، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وإذا وضع الطعام فعلينا أن نتكاثر عليه فتنزل البركة. وإذا كان معك الخادم أو السائق فأطعمه لقمة أو لقمتين كما جاء في الصحيح، إذا صنع أحدكم طعاما ومعه خادمه فليطعمه لقمة أو لقمتين. ما تخلي أنه هو يلم سبحان الله يعني بقايا الطعام ويأكل من بقايا، لا يا أخي، نعطيه من الجميل الطعام اللي هو أيضا نحن نأكل ماذا؟ نحن نأكل منه. إن وجدنا معنا من الفقراء أيضا نطعمهم. وأيضا بعد ذلك إذا جمعنا العظام ومثل هذه الأشياء أيها الكرام الفضلاء، هناك حديث جميل، حديث جميل وحديث جليل جدا جدا. أولا نتعلم آداب الطعام، فنجتمع أولا على طعامنا ونسمي الله ونأكل بيميننا ونأكل مما يلينا. وإذا بعد ذلك أيها الكرام الفضلاء تجمع هذا العظام فإننا نذهب به ونجمعه ونجعله لمن؟ نجعله في مكان يأتيه الدواب، تأتيه القطط وتأكل منهم، حتى الجن المسلم يأكل منه إن شاء الله عز وجل، كما جاء في الحديث بكل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تكون لحما، هذا لمين؟ للجن المسلم. وبكل روثة الحبوب هذه اللي بقي الرز وكذا ذكر اسم الله أوفر ما يكون حبا للدواب الجن المسلم. نظرت سبحان الله الطلعة كلها أصبحت أجور 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 سبحان الله، وحسنات حسنات حسنات، تفقدنا فيها الحيوان وتفقدنا فيها الجن المسلم وتفقدنا فيها الدواب وتفقدنا فيها الجيران وتفقدنا فيها الإنس وتفقدنا فيها كل شيء. فطلعة كلها مباركة وطلعة كلها خير وطلعة كلها بر سبحان الله العظيم أيها الكرام الفضلاء. وهكذا يكون المسلم دائما في كل طلعاته أنه يستحضر النوايا وأن يكون متفقها في حال الإنسان يصبح جنبا في طلعة برية. نحن قلنا في البداية تأخذ معك الماء لكي تغتسل، لا تعذر بذلك أخي الحبيب الغالي، لكن إن لم يكن عندك ماء ولست على ماء والماء عنك بعيد ولا تستطيع أن تصل إليه، تتيمم وتصلي خشية خروج الوقت، وبعدين تغتسل وتكمل بقية الصلاة ولا تعيد الصلاة الفائتة. لكن إذا كان الماء قريب تذهب ولو تشتريه وأنك تغتسل. أيضا عند قضاء الحاجة أيها الكرام الفضلاء ما ينبغي، انتبهوا، بعض الناس تجده عفان الله وإياكم يقضي حاجاته تحت الظل. اتقوا الملاعن الثلاث الذي يتخلى في ظل الناس، لا يا أخي انتبه الله يرضى عليك. أو بعض الناس تجده عفان الله وإياكم يبول عفان الله وإياكم وكرمكم وكفاكم وأواكم في مجرى مياه الناس، لا انتبه، لا يجوز لك ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام ديننا دين كله خير وبر وبركة، كان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد النجعة عليه الصلاة والسلام، فتنتبه لذلك، تبعد بعيد ولا يكون قضاء حاجتك في مكان ظل الناس ولا في مجرى مائهم. وانتبه أخي الحبيب أنك تتكشف، وبعض الناس يقول لك احنا في برية فتلقى يلبس لك شورت قصير جدا يظهر فخذه. النبي عليه الصلاة والسلام حديث جرحت قال غطي الفخذ فإن الفخذ عورة. وكمان يكون معك سبحان الله أناس ونساء موجودات من أسر أخرى، فكيف أنك أنت تظهر لهم عورتك عفانا الله وإياك من مثل هذا، ما ينبغي لك ذلك. وبعض الناس تلقاه في الطلعة هذا الطلعة البرية جايب مع الشيشة، الله يعافينا وإياكم، جايب مع الشيشة والجراك والمعسل وكذا، يا أخي لا، هي طلعة لله عز وجل، فلماذا تعصي الله عز وجل بنعم الله تبارك وتعالى عليه؟ الشيشة تعدل 50 سيجارة والدخان حرام، والشيشة أيضا أنها محرمة، فلا تفعل هذا أخي الحبيب الغالي وفق الله. ونظاما الدولة وفقها الله ورعاها أيضا تمنع أن الإنسان يشيش في الأماكن
في الأماكن العامة، فلا تؤذي غيرك. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تأخذ آثام هؤلاء الناس الذي أنت تؤذيهم بهذه الرائحة وبهذه المناظر. فننتبه لكل هذه الأخلاقيات ولكل هذه الجماليات ولكل هذه الأمور، حتى تكون هذه الطلعة يعني مليئة بالخيرات ومليئة بالبر ومليئة بالبركات. أيضا أيها الكرام الفضلاء، من آداب هذه الطلعات أن نعلم أولادنا صفة الوضوء وأن نعلمهم صفة الصلاة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، الحديث حمران عن عثمان، كان النبي يعلمهم كيف يتوضون ويعلمهم كيف يصلون، ويقول حديث مالك بن حويرث عند أحمد والبخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتكون دي فترة جميلة، والأولاد في هذه النفسيات الجميلة فيتعلمون دينهم ويتعلمون أمورهم. ونحرص على الصلاة في الجماعة، ونحرص على الأذان لها، وأيضا نحرص على قيام الليل في تلك الأماكن. هذا الحديث الذي رواه النسائي والطبراني: إن الله يضحك من رفقة، اسمع الحديث هذا الله يرضى عليك، إن الله يضحك من رفقة، يعني مجموعة كده طالعين في سفر، ناموا فقام وانسل أحدهم منهم من بينهم وتوضأ وصف قدميه لله عز وجل، يضحك الله من هذا. مع إثبات الضحك لله على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. فيسأل الله الملائكة هو أعلم، قال: ماذا يريد هذا؟ قالوا: يريد جنتك ويستعيذ من نارك وقام شفقة منك يا رب، خوفا منك. قال: أشهدكم أني أعطيته ما يتمنى وأعذته مما يخاف. وعند الطبراني: وإذا ضحك الله لعبده رحمه، وإذا رحمه أدخله الجنة. هذا في قيام الليل في تلك الإيش؟ في تلك البراري وفي تلك الأماكن. ونحافظ على الوضوء حتى ولو كان الجو باردا. بعض الناس يتيمم، نقول له: لا يجزيك التيمم هنا إلا إذا كنت تخشى هلكة أو عند فيك جراح أو كذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في شدة الليل الشاتي وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ومن حديث الطبراني قال: ثلاث كفارات تكفر الذنوب: إسباغ الوضوء على الكريهات، وفي رواية: إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في شدة البرد، ونزع الخطأ إلى الصلوات أو إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا اختصار أيها الكرام الفضلاء المباركون لأحكام ما تسمى بالكشتات والطلعات. ونوع على مسألة مهمة: أنه لا مانع أن تتفقدوا ما يسمى بالكمأة، يسموها الكمأة أو العبلاج أو نبتة الرعد أو الترفاس في بعض البلدان أو الفقع. النبي يقول عند البخاري: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، فتفقدوها وتؤكل، وهي تخرج في تلك الأوقات الربيعية بعد نزول الغيث. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.